تابع قبل ذلك الهدف الأول لفرق وطني مغربي جاء في الجولة الأولى عن طريق البرمجة. جاء مثلا حمد الله بنجاح حمد الله أضع مجموعة من المحاولات في الجولة الثانية، ما دفع في التوفيق إلى تغيير اللاعب، وهنا هدف تسجيل ليوسف العربي بعد انفراده بالخارج ولا وصول جيدة. ثم هدف المنتخب التنزاني ناقش الهدف ومجموعة من النقاط الأخرى. إذن هذه الفريق الوطني، ولو أن أول انتصار نعنيه العناصر الوطنية لا فقط المباراة، ولو أن الأداء ربما كان يكون أفضل، منتخب يلعب 10 لاعبين، منتخب بدون تاريخ، كان حتى على مستوى انتشار فالمنتخب التنزاني كان منتشر بشكل أفضل من الفريق الوطني ب 10 لاعبين. بكل صراحة أولا وبكل صراحة إذا غادي نتكلموا على التأهل إلى كأس العالم فلا نتوقع على منتخب قادر على التأهل إلى كأس العالم بكل صراحة، أنه يجيل حسنتي مع منتخبات قوية وكبيرة عالمية. أكيد أننا كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام نتأخر خطوات كثيرة إلى الوراء بكل صراحة. اليوم شفنا مباراة يعني ما فيهاش رائحة أننا نلعب للتأهل إلى كأس العالم، مباراة